كل واحد فينا يا جماعه عنده ذكرياته المتعلقه بطفولته بالتحديد، ودي اروع فتره عشناها اكيد في حياتنا، منتهى البراءه، مش شايلين هم حاجه، كل حاجه في الدنيا بتتعمل لنا. طيب، فعندنا ذكريات مذهله مع حديقة الحيوانات في الجيزة، حديقة الأرمان، حديقة الأسماك، رحلة الأهرامات وسقارة، وأهرامات الثلاثة وسقارة وأبو الهول، في فترة من الفترات وإحنا في ثانوي رحلتنا للأقصر وأسوان، وبالمناسبة هنتكلم على أسوان النهاردة برضو شويتين كده حلوين، وهكذا. ذكرياتنا دي استحالة نفرط فيها. عارف يعني إيه بني آدم يفرط في ذكرياته ولا مش عارف؟ التفريط في الذكريات مش إنك تنساها، احنا هيجي علينا وقت هنبقى بلغنا من العمر اصعبه، هننسى بالزهايمر وبالسن وبالشيخوخه، لكن التفريط في الذكريات ان احنا نفرط في الحاجه اللي ارتبطت بينا وارتبطنا بيها بوجداننا وبطفولتنا ونشأتنا ومراهقتنا وشبابنا وما الى ذلك. مش هنقدر نفرط في حديقه الحيوان، اسمها جنينه الحيوانات كمان، ايه حديقه الحيوان اللي انا بقولها دي؟ مش هنقدر نفرط في جنينة الحيوانات. أنا لا أستطيع، أنا يوسف مواطن مصري عنده 48 سنة في فبراير اللي جاي، أنا مش هفرط في جنينة الحيوانات، مش هسمح بكده، مش هقدر، هحس إنك أنت بتقتطع جزء من دماغي من عقلي، ما أقدرش. وفعلا فعلا أنا قلت لسيد بلقصير وزير الزراعة من سنة تقريبا والله، وأرجو إن هو حتى يفتكر ده، حديقة الحيوانات. ومرة قلت له احنا هنا على فكرة في البرنامج وكنا بنكلمه على التليفون، قال لي ما تقلقش خالص، عندنا خطة كبيرة وان شاء الله خير. طيب، جت الدولة قالت هنطور حديقة الحيوان، بدأت بعض المواقع الإلكترونية أول ما الدولة قالت كده، وده زي الظبط اللي بيغيظ، زي ما كنت بتكلم مع زميلاتي العزيزات، نطور الحديقة، انتوا هتعملوا ايه؟ هو ده وقته؟ وانا زعلت قوي من الناس اللي قالت هو انتوا هتعملوا ايه هو ده وقته، وهقول لك ليه، لانه في كل وقت ده وقته، اصبر. طيب، ولو ما اتطورتش وباظت، انا وناس كتير ملايين في البلد دي هيجي لنا حاجه، قلبنا يقف لو حصل حاجه وحشه في جنينه الحيوانات، لو شجره باظت في حديقه الحيوانات هيحصل لنا حاجه، لو جزيرة الشاي الشهيرة حصل لها حاجة حصل لنا حاجة. فلو حصل حاجة في جنينة الحيوانات وطلتها يد الإهمال وحصل بوظان وأشجار ماتت لا قدر الله وكذا وكذا، الدنيا هتقوم، لقد تركتموها حتى طالتها يد الإهمال وذبحتها الإهمال وذبحها المش عارف إيه. طب نعمل إيه؟ شوف، حصلت الدولة احنا هنطور الحديقة، هوب بعض المواقع، صفحات فيسبوك، ناس على تويتر، اوعى الترند حديقة الحيوان. يجي البيان، يا جماعة حديقة الحيوان وحديقة الأرمان ملك وزارة الزراعة وتحت ولايتها، وما تقلقوش. طب خلونا نحاول نفهم أكتر حول هذا الموضوع ونعرف يا جماعة هو فين المشكلة. المشكلة انه وزارة الزراعة قالت يا جماعة كل ما نشر على صفحات الفيسبوك شائعات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة جملة بل وتفصيلا، وإنه الجنينتين سواء إذا كانت جنينة الحيوانات ولا جنينة الأرمان هيفضلوا تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما الناس بقى هنا بدأت كده ده هيبيعوها. طيب، جت الوزارة وقالت عشان بس نبقى الناس كلها فاهمة ايه اللي هيحصل، يا سادة يا كرام الحديقتين هيتم العمل على تطويرهم وهيتم وضع آليات لهذا التطوير. ماشي الكلام؟ كمل يا سيدي معايا. فأولا عايزك تركز معايا، أولا الحديقة تعرضت لإهمال خلال عقود طويلة ماضية، الحديقة ما حصلش فيها أي تطوير يذكر أو يكاد يذكر أدى لخروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان، أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات، أدى إلى عدم القدرة حتى إن احنا نزودها بحيوانات بديلة. طب أعمل إيه؟ طيب، أنا عايز في الحالات اللي زي كده أنا دايما بشجع على إنه ناخد المسؤولين عن الموضوع هم اللي يكلمونا ويشرحوا لنا ايه التصور، او في اقل تقدير
هنعمل ايه؟ طيب معانا على التليفون دكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين، واحب اوجه تهنئه باعياد الميلاد المجيده لاخواننا المسيحيين، وكل مصر بخير ان شاء الله دائما ان شاء الله. وحضرتك بالصحه والسلامه. فاكر يا دكتور مره اتكلمنا على التليفون هنا من فتره، يجي من سنه، مش انا كنت بقول لحضرتك والنبي يا فندم خدوا بالكم من جنينه الحيوانات؟ ده حقيقه يا فندم، ويمكن انا برضو مره تانية قلتها لمعالي وزير الزراعه، يعني احنا كلنا عايزين ناخد بالنا من جنينه الحيوانات، وحضرتك ومعالي الوزير قلتوا لي ما تقلقش، في عندنا تصور وخطه هيجي اوانها، صح يا فندم؟ وانا ادفع نص عمري ان الحاجه موجوده على اليوتيوب، وممكن حتى زمايلي يبقوا يستعينوا بيها بعد كده. وحصل الحمد لله. حلو. يعني احنا طبعا يعني وزارة الزراعة الحقيقة يعني قدمت عرض يعني من أكبر المعروض المقدمة فنيا في تاريخ الحديقة للتطوير. وأنا حابب بس أفكر السادة المشاهدين قد إيه كان الانتقاد لحديقة الحيوان، رغم الناس معذورة، لأن الحديقة طبعا على مستوى عقود طويلة جدا لم يتم يعني تغيير بنية تحتية، مثلا وسيلة الصرف والري متهالكة، الطرق الأسفلت ده ما كانش انشئت عليه الحديقه، والخطيب اسماعيل ما عملش هذا الاسفلت اللي هو رفع درجه حراره الحديقه، كل ده كان فترات تشويه للحديقه. لكن احنا عايزين يعني، وبالتالي احنا خرجنا برضو من عضويه الاتحاد الافريقي، اسف، الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، في 2004. والاتحاد الدولي ده زي جهه ترخيص، ده اللي بيخليني كمنشاه سياحيه معتمده من 2004. لابد ان احنا نتبع معايير الاتحاد الدولي. المعايير الموجودة ما نقولش ان فيه اهمال دلوقتي، ولكن المعايير الموجودة معايير قديمة اصبحت لا تصلح. لو احنا عايزين نرجع لعضوية الاتحاد الدولي مرة تانية، مش هينفع باماكن الايواء الموجودة دلوقتي او بنظام الايواء الخاص بالحيوانات دلوقتي. فاحنا عايزين تطوير هدفه العودة الى عضوية الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان مرة اخرى، تلبية يعني مطالب الناس من حديقة عالمية. الناس كلها بتطالب ان احنا نرجع لمجد الحديقه مره ثانيه، طبعا سواء هندسيا، سواء بنيه تحتيه، سواء بيئه حيوانيه. واطمن حضرتك ان في محددات للتطوير ده، يعني التطوير له محددات واضحه. زي ايه يا دكتور محمد؟ عدم المساس بالغطاء الشجري. الله. او ان احنا نحافظ على الغطاء الشجري الموجود داخل الحديقه، ده مهم جدا. والمشروع ده زي ما حضرتك كده كلمتنا فعلا سنتك من سنه، احنا كنا بندرس فيه من حوالي سنه ونص، لان سنه ونص دلوقتي محل الدراسه. والمشروع ده تم يعني دراسته بجميع المتخصصين في مصر، وتم الاستعانه بخبرات اجنبيه متخصصه في تصميم حدائق الحيوان، ولهم سابق خبره في ان هم طوروا حديقه لندن اللي هي نفس الحقبه التاريخيه تقريبا اللي انشئت فيها حديقه الجيزه. هم الناس دول اللي طوروها وحافظوا على عضويتهم في الاتحاد الدولي مره، يعني لندن ما زالت عضو في الاتحاد الدولي رغم انها انشئت معنا، بس هم طوروا نفسهم في بعض متطلبات الاتحاد الدولي، احنا كنا واقفين محلك سر. فجه وقت التطوير، وبنشكر الدوله انها طبعا يعني وافقت على هذا المشروع، لان ده جزء من تاريخ مصر، واحنا شايفين مصر بتنهض، يعني بتنهض في كل المجالات، طرق، المشروعات الاستثماريه، مصانع. فبرضه حديقه الحيوان كجزء من تاريخنا، يعني احنا بنشكر الدوله طبعا انها وافقت على هذا المشروع والتطوير، وان شاء الله ينفذ كما يعني نتمنى، ونكون عند حسن ظن المصريين ان شاء الله. تعود الحديقه الى سابق مغزاها وعضويتها داخل الاتحاد الدولي، اللي هي كانت ثاني حديقه في العالم من حيث الانشاء. طيب ثلاث حاجات ايضا كمل يا فندم. انا اسف يعني. لا كمل يا دكتور، كمل يا دكتور. ايضا من ضمن المحددات بقاء الملكيه والولايه لوزاره الزراعه على الحديقتين بدون يعني اي تغيير في الملكيه، تفضل ولايه وزاره الزراعه وملكيتها للدوله كما هي. ايضا يعني الحفاظ على المباني الاثريه وتطويرها، لان احنا عندنا اماكن اثريه كنوز ومغلقه حاليا قدام الجمهور، زي الكوبري المعلق. الكوبري المعلق محتاج صرف ومحتاج تطوير عشان الناس تستمتع بيه، والناس تقدر تتفرج عليه وتستغله. فطبعا احنا عندنا يعني محددات هذا المشروع. ايضا برضو مش هيقام عليها اي مباني اخرى،
يعني اذا كان هيقام كافيتيريات او حاجه زي كده هتبقى اقل من 1% من المساحه الكليه، 9 من 10% دي محدده عظيم. في المشروع كده. عظيم. فطبعا في حفاظ على الهويه التراثيه والتاريخيه للحديقه، ده الدوله مهتمه جدا جدا بان الحديقه تعود لسابق مجدها مع الحفاظ على هويتها وتراثها. طب ده كلام كويس قوي. طيب هنا في تقريبا 4 حاجات حضرتك قلتهم بالنسبه لي مهمين جدا. اول حاجه ان احنا خرجنا من عضويه الاتحاد الدولي من سنه 2004. بالظبط. يعني بقى لي 19 سنه بره القصه. ده حقيقه ده فعلا. طيب تاني اتفضل يا فندم. وعشان نعود للتعضويه دي لابد من عمل تطويرات بشكل محدد هم عايزينه. ودي تاني حاجة أنا كنت هسأل عليها بقى، إنه حضرتك ذكرت إنه الناس اللي طورت حديقة لندن هم اللي هيشتغلوا معانا في تطوير الحديقة بتاعتنا، ولا فهمت غلط؟ اه تمام، هم مستعانين في استعانة بيهم، لأن طبعا الشركة الأم اللي هي تم التعاقد معها وهي بتستعين بهذه الخبرات هي شركة الإنتاج الحربي للمشروعات. حلو. ودي شركة قومية ولها باع طبعا كبير جدا في كل المشروعات القومية اللي بتقام في مصر. فالشركة الأساسية هي شركة مصرية. حلو. هيتم الاستعانة بشركة برنارد هاريسون ده كمصمم أو يعني ديزاينر للحديقة، هيجيبوا بقى الخبراء الأجانب يشتغلوا معانا هنا في تطوير الحديقة. أيوة فهمت. طب ده كلام رائع جدا. في استعانة بخبرات أجنبية، وأيضا في شركة اللي هي وورلد وايز زودي بتدير 17 أو يعني بتدرب بقائمة بالتدريب ل 17 حديقة عالمية، هتدرب عندنا لمدة 4 سنين وبعدين ينتهي عقدها وتبقى كل الكوادر اللي موجودة تم تدريبها كوادر مصرية. رائع. النقطة التالتة انه الغطاء النباتي بتاعنا هنحافظ عليه، فعندي هنا في الحتة دي سؤال. انا عارف ان احنا عندنا مجموعة من النباتات النادرة كان تم جلبها في القرن ال19 ايام الخديوي اسماعيل ولازالت موجودة، احنا لسه محافظين عليها زي ما هي مش كده؟ بالظبط يا فندم. احنا عندنا اشجار، انا برضو كمعلومه في هنا اشجار اقدم من افتتاح الحديقه، لان دي كانت قصور ملكيه وتم التبرع بهذه الاراضي لانشاء حديقه الحيوان. ففي اشجار بتعدي ال 140 سنه موجوده، ويمكن اشار شجر التين البنغالي الشهير، واشجار كثير نادره داخل الحديقه. الحقيقه الحديقه محافظه عليها تماما. احنا عايزين بقى نوسع المساحات الخضراء اللي موجوده على الارض، ويعني لكن غطاء شجري الحديقه محتفظه بيه بدرجه كبيره جدا. عظيم. طيب الحاجه اظن كده الثالثه اظن في الكلام انه احنا كنا بنتكلم في انه اذا كانت هناك اي مباني خدميه هتقام فهتقام بنسبه 0.9% من المساحه الكليه، من اجمالي المساحه الكليه. دي يعني دي هتبقى اقل من 1%. دي هتبقى مباني خفيفه اللي هي المباني اللي هي صديقه للبيئه. حلو قوي. قابله للفك والتركيب. عظيم. يعني مش هتبقى انشاءات خرسانيه، مش هنعمل انشاءات خرسانيه، الناس تبقى مطمنه، هتبقى كلها حاجات صديقه للبيئه من اخشاب وحاجات زي كده قابله للفك والتركيب. رائع جدا. مفترض انه هذا المشروع ياخد وقت قد ايه من بدايه التطوير وحتى الانتهاء منه؟ والله كان يعني من سنه ونص لسنتين، لكن تم اختصار المده ان شاء الله الى سنه يتم العمل بكثافه ان شاء الله وننتهي من هذا المشروع. خلال الفتره دي يا دكتور هتبقى الحديقه شغاله ولا هتبقى مغلقه امام الزائرين؟ والله حضرتك يعني طبعا برضه التعليمات الخبرات الاجنبيه اللي موجوده وتعليمات الاتحاد الدولي انه اثناء هذا العمل تكون الحديقه مغلقه، لان هيبقى في طبعا اعمال برضه تحت الارض سواء مواسير سواء صرف وري وحاجه زي كده، هيبقى في اعمال بنيه تحتيه، تغيير الارضيات اللي هي الاسفلت ده يعني طبعا اصبح غير لائق بحديقه الحيوان. ماساه يعني اللي فكر في الفكره دي ماساه يعني. فتغيير الارضيات ده يستلزم ان احنا برضه نغلق الحديقه عشان ما يبقاش في اي مشكله لاي زائر. هنجيب بقى حيوانات جديده وحاجات زي كده ويبقى عندنا طبعا تنوع. طبعا هيزيد اعداد الفصائل كمان، مش بس الاعداد الحيوانات، اعداد الفصيل بتاعها. احنا هنجيب طيور نادره، هنجيب لان عوده للاتحاد الدولي ده هيسهل علينا ان احنا نجيب حيوانات نادره ما نقدرش نجيبها دلوقتي. الاتحاد الدولي لا يسمح بشحن طيور او ثدييات او يعني او زواحف نادره في مكان غير متفق يعني مع الاشتراطات اللي بيحطها الاتحاد، غير مطابق للمعايير الدوليه. لانه في الحاله دي هيجي يقول لك لا ما تنقلش الحيوانات ده من بيئته الطبيعيه الى مكان بالضبط. اخر الا اذا كان المكان الاخر مطابق للمعايير الدوليه.
طب ده كلام كويس جدا. فطبعا ان احنا نجيب اعداد من فصائل كثيره جدا من حيوانات وطيور ما كانتش موجوده عندنا هنقدر نجيبها ان شاء الله. الحديث حول حديقه الحيوان بكل ما حضرتك تفضلت بيه ينسحب ايضا على الاورمان. صحيح طبعا، طبعا هيبقى في توحيد بين حديقه الاورمان والحيوان، وحتى يعني يمكن طبعا حديقه الحيوان الاورمان انا اسف حديقه نباتيه فقط. أيوه. هيتم اضافه عنصر جذب ليها، هتتعمل الطيور كلها في حديقه الحيوان، وهي تبقى زي عباره عن خيمه شبكيه كبيره جدا، الطيور هتبقى منتشره فيها والناس هتدخل جوه الخيمه ديت بحيث ان انت تبقى ملاصق على طول الطيور دي. هيبقى في طبعا وسائل ابهار وهتبقى تصوير ان شاء الله كلنا هنستمتع بيه ان شاء الله. يعني هناخد الطيور نحطها في خيمه شبكيه عملاقه في الاورمان داخل الاورمان بالظبط، فيبقى عندي تجربه جديده على البيئه النباتيه بتاعتها. آه. وفي الاماكن اللي هي تسمح بعمل الخيمه دي هتتعمل فيها الخيمه النباتيه عشان تبقى موزعه يعني بين حديقه الاورمان والحيوان. طيب من باب اللي برضو حديث حول الشائعات والهبد والهري والكلام الفارغ، قالوا اصل احنا في عندنا اشغال او مشغولات حديديه معموله في حديقه الحيوان فنيه، ده هيشيلوها وهيبيعوها. طبعا كلام غير صحيح بالمره، لان احنا عندنا فعلا في مبايت حيوانات ليها طبيعه خاصه. زي بيت السباع القديم ده. صح. الاثري. ايوه. ده هيتم الحفاظ عليه، وهيتم الحفاظ على بيت الدببه الاثري، بيت الفيل طبعا ده اثري برضه فيه كميات حديد. أيوة. كل الكلام ده يا فندم هيفضل مكانه وهيستغل بقى كمطاعم ككافيتريات، لكنه مش هيستخدم كمبيت للحيوانات. علشان يتفق مع الاشتراطات والمعايير الدوليه. بالظبط يا فندم. بالظبط. دكتور محمد اثقلنا عليك، ربنا يوفقكم وشدوا حيلكم، وخلينا عارفين انه دايما دايما مهما عملنا في ناس مش بيعجبها العجب ولا الصيام في رجب، فمعلش يعني هتسير المركب برضو. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد رجائي مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان. تمام كده؟ فهمنا؟ وصلت؟ طيب أهيب بنفسي وبالزملاء وبالكل، ممكن بعد إذنكم بمنتهى حسن النية ما نعملش كده تاني، بحسن النية ما نعملش كده تاني. أنا عارف إنه دايما كلنا أحيانا كثيرة بحسن نوايا نقع في الحالة بتاعت وهجوم وشد وبتاع. بالمناسبة الانتقاد أو الهجوم على الخطأ ليس نقيصة على الإطلاق، بل هو فضيلة من الفضائل الكبرى في مهنتنا دي، بشرط إنه يكون خطأ. وعشان أعرف إذا كان خطأ لازم أحلله وأفصله تفصيلة، ولازم أرجع لكل الأطراف. يعني مثلا إحنا نعمل إيه حديقة الحيوان، أعمل إيه؟ أرجع لدكتور محمد رجائي أسمع منه كويس وأسأله كل الأسئلة اللي أنا نفسي فيها. والله لما تبقى الأجوبة بتاعت الأسئلة لا يقبلها العقل أو المنطق نشوف بقى هنعمل إيه، لكن إذا كانت الأجوبة يقبلها العقل والمنطق يجي حد هيقول لك طب وليه دلوقتي؟ ما هو بكرة المصيبة تكبر فيتسع الراتق على الراتق، فمش هنعرف نلحق حديقة الحيوان ولا الأورمان ولا حاجة خالص، ولا حديقة صفط اللبن لو في حاجة في صفط اللبن. يبقى حتى لا يتسع الراتق على الراتق نلحق الحاجة، ولا احنا لازم نروح بعد خراب ملطة؟ يعني اشتغلنا ليه؟ ما اشتغلناش انتم تركتموها للإهمال. ايه مين احنا؟ احنا كلنا البلد على بعضها كده، كلنا في مركب واحدة، المركب مش هتغرق فما تنطش، والله العظيم ثلاثة ما هتغرق فما تنطش. فاصل ونكمل الكلام. احنا نسعى من خلال هذه الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في الأداء الحكومي بما ينعكس على أداء هذه المؤسسات وأداء الفئات الفردية بالتأكيد، على أمل إن شاء الله أن يكون هناك يعني تحسن في أداء المؤسسات العربية من خلال هذه الجائزة وغيرها من الجوائز العربية. نأمل إن شاء الله أن تحقق الهدف منها
ونأمل أن يكون هناك مشاركات إضافية في الدورة الثالثة بإذن الله. إحنا سعداء بالحصول على هذه الجائزة التي هي إحدى مبادرات المؤسسة منصة نحن، التي تم إطلاقها بالدعم من يونيسف لتوحيد الجهود العاملة في صعيد التطوع، لتوحيد الجهود المبذولة على صعيد العمل التطوعي للشباب. حقيقة قبل وبعد الفوز بالجائزة فالشكر لجمهورية مصر العربية، منظمة التنمية الإدارية وجامعة الدول العربية، والشكر موصول لدولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن راشد المكتوم للإعلان عن هذه الجائزة. الفكرة نفسها حقيقة تستحق جائزة، فكرة التميز العربي ومكافأته أو الإعلان الفائز. بالنسبة للهيئة حقيقة فازت في مبادرة تنمية المجتمعات. إن كان السؤال عن المبادرات فهي مبادرة الأمان الوظيفي أو نظام الأمان الوظيفي وكذلك نظام العاملين بالخارج. أطلقت جائزة التمييز الحكومي العربي في جامعة الدول العربية في مايو 2019، وكانت لها أهداف كبيرة لموضوع كيفية تحفيز المؤسسات الحكومية في مجال التطوير الحكومي، وأيضا خلق منصة إلكترونية لأفضل المبادرات والمشاريع الحكومية كي تستفيد منها بقية الدول، وأيضا نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل الحكومي وتطوير الخدمات لغايات خدمة شعوب هذه الدول العربية. الحمد لله احنا السنة دي محافظة أسوان، عايز أقول إن احنا دائما وأبدا ما أي نجاح بيتم برؤية وفكر القيادة السياسية، يعني كل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنهديله هذه الجائزة. كان الداعم الرئيسي لأنه أعلن أن أسوان عاصمة للثقافة والشباب، وفي نفس الوقت كان زياراته المتكررة لمحافظة أسوان إدى دعم كتير جدا ورغبة مننا في النجاح. بص أنا مبسوط بشكل غير طبيعي لسببين، غير إن أنا عندي انحياز ناحية محافظة أسوان مع إنها مش محافظتي، بس هو أنا واقع في حب وفي سحر محافظة أسوان من وأنا عندي تقريبا 17 سنة لما زرتها أول مرة في أجازة نص سنة رحلة الأقصر وأسوان. قلت لكم أحكي لكم عليها، كانت حتة رحلة بقى جميلة جميلة جميلة، ونايل كروز وبتاع جو يعني. المهم ولما جيت زرتها تاني وأنا كبير وأنا يعني في نهايات الأربعينات من عمري، ورحت أسوان وتعاملت أكتر مع أهالينا في أسوان أكتر منها بقى سياحة، رحت شغلي أشوف شغلي يعني، وهناك وأنا بتعامل مع أهالينا فحبيت أسوان أكتر وأكتر، ولما كلت في أسوان حبيتها أكتر وأكتر وأكتر، ولما تعاملت مع سيادة المحافظ أشرف عطية، بص كتير ممكن تجد محافظ شاطر، بس في حاجة كده يمكن دي بتسميتي، محافظ جدع أو محافظ ابن بلد. يعني إيه؟ يعني محافظ مش بس عارف كل حاجة بتحصل في محافظته، لأ سريع، ده واحد. هتقولي ما دي شطارة، هقولك حتى في الحاجات البسيطة الصغيرة اللي فيها جبر خواطر فتلاقيه جدع مع الناس، يعني الأسوانيين يحبوا اللي هو أشرف جدا، ده بجد مش هزار، ويشكروا فيه. طيب وهو عنده علاقة مباشرة بالناس، نوعية المحافظ اللي بينزل يتمشى في وسط الناس ويسمع ويحل، ولو ما فيش حل سريع يساعد بإمكانيات المحافظة قدر الإمكان إلى أن يأتي الحل الجذري. فلما تلاقي إنه اللواء أشرف عطية ياخد جائزة أفضل محافظ عربي، جائزة التميز الحكومي العربي، فيبقى فيها تصنيف أفضل محافظ على مستوى الدول العربية، فتلاقي اللواء أشرف عطية يستلم الجائزة،
يستحقها بصراحة ويستاهلها جدا قوي خالص. خد بالك أنا لما سافرت أسوان آخر مرة، فأنا سافرت في الوقت اللي كان فيه الأزمة بتاعت السيول وما إلى ذلك، طبعا كانت أزمة شديدة الصعوبة، ربنا لا يرجع مثل هذه الأيام، وأنا استغل دائما السيول والأمطار والمياه تبقى يعني بنستغلها دايما الاستغلال الأمثل دون أن تسبب أي ضرر لأهلينا. هذا الرجل اللي حضراتكم شفتوه وهو يستلم الجائزة اللي هو أشرف عطية، ما كانش ده بجد بقى مش هزار، وحرفيا ده قدام عينينا، راجل مش مطالب يبقى ما بينامش، لا هو الثلاث أيام اللي احنا قعدناهم ولا الأربع أيام اللي هو أشرف فعلا ما نامش، فعلا ما نامش، بيزور كل المناطق اللي فيها مشاكل، واقف وسط الناس. خلي بالك انه في الحالات اللي زي كده، الاسوانيين طيبين، بس في الحالات اللي زي كده المسؤول يقول لك ايه، بلاش احتكاك مع الناس لحسن بعدين ايه حد ايه اعصابه تفلت فتبقى مش لطيف. الراجل ده الحقيقه بيروح يتعامل مع الناس بمنتهى السلاسه والمحبه والذكاء والفاعليه، فلانه الناس عارفاه فحباه وواثقه فيه، فكانوا بيستقبلوه بمنتهى الهدوء والموده، ويسمعوا منه ويشوفوا معاه آليات الحلول إيه وهكذا. وقتها أنا متذكر أنه الهلال الأحمر المصري اشتغل، حياة كريمة اشتغلت، أنا متذكر كويس حياة كريمة اشتغلت، المحافظة اشتغلت، مستقبل وطن بالمناسبة اشتغل، كل الناس كانت بتجري. أسوان تستحق، واللواء أشرف يستحق، فعايز أقول له أولا ألف 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 مليون مبروك. مش عارف اذا كان لو اشرف معانا على التليفون ولا لا، بس حقيقي يعني اتمنى معانا لو اشرف على التليفون. سياده المحافظ اهلا وسهلا بحضرتك، الف 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 مليون مبروك. الله يبارك فيك حضرتك. الله، بص حضرتك انت عملت كده مقدمه يعني قويه جدا، بسيطه بسيطه خالص، وحقيقي فعلا انا مبسوط وسعيد جدا باللي حضرتك بتقوله دلوقتي. لا يا فندم، دي حاجه بسيطه جدا ولا توفيك قدر ضئيل حتى من حقك يا سياده اللواء، حقيقي يعني حقيقي فعلا هي بأمانة والله، هي هذه الجائزة مقدمة فعلا لكل محافظي الجمهورية، وعلى طبعا عايز أقول إن ده إهداء مني للسيد رئيس الجمهورية، لأن أي حاجة أنا عملتها في محافظة أسوان كانت دعم قوي جدا من القيادة السياسية والحكومة، وحقيقي فعلا ما كناش هنعمل حاجة إلا بالدعم والمتابعة، وأنا سعيد جدا بهذه الجائزة طبعا. طيب يا رب ألف مبروك دايما ومن أفضل إلى الأفضل منه. بس سيادة اللواء يعني الجوائز كده لما بتبقى بتيجي بتبقى مسؤولية، لأنه هنا بتحصل منافسة مع الذات، اللي هو هتقدم إيه لحد السنة الجاية بقى. أستاذ يوسف فعلا الموضوع ده حقيقي يعني بيحسسك بالمسؤولية أكتر، وفي نفس الوقت يمكن أنا السعادة الكاملة على هذه الجائزة إن هي بتتقيم بشكل يعني نقول عليه فير تماما، وفي معايير معينه بتقيم عليها، واحنا بنشتغلها بناء على رؤيه مصر 2030، فبالتالي لقينا كل اللي احنا بنشتغل عليه ده في 2030 ال 17 هدف، الهدف الرئيسي اللي عاملينه في المحافظه، لقينا نفسنا بنتقيم، والحمد لله التقييم كان في صالح محافظه اسوان، وانا سعيد بهذه الجائزه. وعايز اقول لحضرتك ان هي يعني بتتكون من ثلاث محاور رئيسيه، يعني برضو الحمد لله ان هم كانوا متوفرين، وهي خاصه بالاداء والانجاز، دي جزئيه، والجزئيه الثانيه بالنسبه للقدوه الحسنه، واخر حاجه الفكر الاستراتيجي يعني استشراف المستقبل بالنسبه للقادم ان شاء الله باذن الله. باذن الله كان فيك الحمد لله تميز، الحمد لله يا رب، الحمد لله دايما، وان شاء الله اكتر من كده جاي باذن ربنا سبحانه وتعالى. طب انا هروح مع حضرتك على قصه بتاعه بيت الاستاذ العقاد، واحنا كنا الحقيقه عرضناها عندنا في البرنامج، واتكلمنا مع المهندس رامي العقاد ابن شقيق مفكرنا الكبير استاذ عباس العقاد، واتكلمنا عن البيت وما الى ذلك، وانا قلت له استحاله استحاله تجد انه المحافظة تقدم على لا هدم البيت ولا ازالته ولا كلام من ده، قلت له استحالة، فقال لي والله يا ريت، وبالمناسبة احنا ما جالناش اي مخاطبة من المحافظة بتقول انها تعمل ازالة.
وبعدين فوجئنا بانه في يعني كانت حقيقي مش بس اسميها استجابه ولكن تحرك سريع منكم يا فندم لتحويل بيت العقاد لمتحف ومزار ثقافي وسياحي. عايزين نعرف التفاصيل يا فندم. التفاصيل الحقيقيه اللي لازم كل الناس تعرفها ان البيت على 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 مساحه بالضبط 220 متر واثنين دور، معمول برضه بنظام الخاص بالحوائط، ما فيش فيه خرسانات، حوائط حامله حجريه بالظبط كده، وده تم انشاؤه سنه 48. عظيم، بقاله فتره طويله جدا. وبعدين لو انت لاحظت في المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي في مجموعه من السقالات، شدات خشب عشان لان الجار في الجانب الاخر مباشره على طول كان بيعمل اعمال انشاءات له وبيحسن من منزله، فاثر على المنزل. فبالتالي طبعا كان لازم تطلع اللجان، واللجان طلعت اكثر من لجنه، لان احنا موضوع الازاله لم يصدر قرار ازاله نهائيا، بل تم العرض على السيد رئيس الوزراء والكلام واضح ومحدد، قال كافة الحلول تعمل لصالح الترميم ثم الترميم ثم الترميم، ما تكلمش عن الإزالة خالص. حلو قوي. وبعدين الكلام كان محدد، يعني حتى كان محدد، قال لك لجنة عليا مشتركة من جامعة القاهرة ومركز بحوث الإسكان والبناء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. ليه؟ لأن يعني اتجاه عام للدولة الاحتفاظ بكافة الإنشاءات اللي موجودة، اللي احنا بنسميها الإنشاءات اللي تعتبر بالنسبة لنا تراث. صحيح. وكل هذه المباني موجودة عندنا في التنسيق الحضاري، واللي موجود ومتسجل من البيوت اللي هي تعتبر أثرية، وما ينفعش إن هي تزال بقرار من مهندس أو مثلا بلجنة خاصة بالمنشآت العائلة للسقوط. ولكن فعلا البيت متأثر، ولكن هذه اللجنة إن شاء الله اللي خلال أيام بسيطة هتكون موجودة في أسوان هنبدأ العمل فعلي، لأن ده اتجاه عام إن احنا نعمل إن شاء الله هذا المنزل الدور الأرض منه، هيتعمل إن شاء الله مزار ثقافي وسياحي مفتوح للزوار والسياح وكل أهالينا في أسوان عشان يعرفوا ما هو عباس محمود العقاد. إلا إن عايز أطمن حضرتك إن إحنا في أسوان في اهتمام غير عادي بهذه الشخصية العظيمة رحمه الله، لأن إحنا عندنا اثنين تمثال طولي كامل وأنت داخل على المحافظة، وفي تمثال بيبقى من التماثيل اللي هي إيه اللي الجزء المنتصف العلوي. أيوه، تمثال نصفي. ده موجود التمثال النصفي، وبالتالي كمان في عندنا متحف للعقاد، في عندنا قصر ثقافة العقاد، وعايز أقول لحضرتك إن في اهتمام كبير جدا سواء من القائمين والتنفيذيين وأنا على رأسهم طبعا داخل محافظة أسوان، وبالتالي السيد رئيس الوزراء ما فكرش لحظة وإحنا بنعرض عليه غير الأمر اللي اتقال، الترميم أساسي، وهذه اللجنة إن شاء الله خلال أيام بسيطة إن شاء الله هتاخد فيها القرار، وإن شاء الله القرار كله إن شاء الله لصالح الإبقاء على هذا المنزل، لأن إحنا فعلا ده رمز من الرموز اللي أسوان كلها بتعشق، والأسوان كلها حضرتك يمكن لما كنت موجود معانا وشفت قد إيه الناس بتحب كل رموزها اللي موجودة الأسوانيين. صحيح. الانتماء ليها غير عادي الكاتب كمان الكبير. طبعا طبعا. طب سيادة المحافظ، يعني احنا برضو محتاجين انه يتعمل الترميم الانشائي وكله، ومحتاجين انه الواجهة والداخل في المنزل يعود الى عهده الاصلي، يعني اكيد هنلاقي صور لبيت العقاد في الحاجات بتاعة المحافظة، ممكن يكون في متحف العقاد، ممكن يكون موجود حاجة هنا في القاهرة تتيح لينا ان احنا نشوف الصور الاصلية بتاعت هذا المنزل وقت انشائه، كان شكله عامل ازاي، لونه ايه، اذا كان في اي تصوير داخلي حصل فيه فوتوغرافيا لعباس العقاد رحمة الله عليه، فنقدر نعرف حتى شكل البلاط وشكل الحيطان كانت عاملة ازاي. يعني انا نفسي ان احنا نرجع بيت العقاد هو بيت العقاد سنة 1948.
انا بالنسبه لي العقاد ده اهم من شكسبير. في ناس هتزعل بس هو اهم بالنسبه لي على الاقل. فنفسي نفسي يا سياده المحافظ ان احنا نوصل للحاله دي ان شاء الله. ده هيحصل لان احنا يكون معانا برضو مجموعه من الفنانين والاثريين، الناس اللي عندها الخبره في التعامل في هذا المجال. ايوه وانا اطمن حضرتك ان شاء الله بعد ما ننتهي تماما حضرتك هتشوف كل ده عند حضرتك في نفس المكان، وحضرتك موجود وهتشاهد هذا الموضوع. واتمنى لحضرتك نتشرف نتشرف وتسجل بقى من هذا المكان ان شاء الله. طبعا قريباً. ده انا اتشرف، العقد غير لي حياتي اصلا. انا عايز اشكرك جدا 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 سياده اللواء اشرف، والف مبروك مره تانية وثالثه اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. عايز اشكر زمايلي الاعزاء الحقيقه، يعني فريق الاعداد والتحرير والمحتوى والبرودكشن على في تعبيرنا يقول لك الستوري او الحدوته، القصه بتاعت بيت العقاد، لانه لولا ان هم اهتموا بيها وجابوها لنا او جابوها لشخصي المتواضع وانا في اخر السلسله يعني، يمكن ما كانش الموضوع اتفتح وما كانش الناس اشتغلت يمكن بهمه اكتر ونشاط اكتر واهتمام اعلى. فببقى سعيد جدا لما الاقي برنامجنا بيساهم طول الوقت في انه نخلق وضع ايجابي لامور يمكن كانت قططلها يد الإهمال أو يحصل لها تطور ما ولكن ببطء لا نريده إلى آخره. البرنامج الحمد لله أنا شايف خلال السنتين إن إحنا كان في عندنا أكتر من حاجة رائعة جدا، اتحركنا في أكتر من حاجة، ساعدنا في أكتر من حاجة، يمكن ساهمنا شوية في تغيير حياة ناس، يمكن مش هقول لك حتى في حاجات قد تحسبها غير ملموسة وليس بها قياس، إنه يمكن بنساعد بدورنا قدر إمكانياتنا في مسألة معركة الوعي داخل المجتمع المصري. بس حتى على المستويات الفردية احنا نقدر نلمس ده لما بنشوف إن احنا عرضنا قضايا الحقيقة لناس كتير حياتها اتغيرت يمكن بسبب كلمتين اتقالوا في البرنامج ده. وزي ما دايما بقول الشكر أولا بعد ربنا سبحانه وتعالى لفريق العمل، يعني اللي ربنا يكرمهم ويشدوا حيلهم، لكن بجد حقيقة أنا عايز أشكرهم مرة تانية على اهتمامهم بقضية العقاد. الاهتمام بقضايا الثقافة والمثقفين أنا بعتبرها أهم حاجة في الدنيا، فأشكركم مرة تانية يا جماعة، وكل الشكر طبعا لمحافظ أسوان اللي هو أشرف عطية على اهتمامه بالموضوع. خلونا بقى نروح على، هو في حاجات كتير فعلا بتتغير حتى مش بس في وعي المصريين، السلوك. لازم نتفق على نقطة يا جماعة، التغيير الاجتماعي تاني، التغيير الاجتماعي تالت، التغيير الاجتماعي يؤدي إلى تغير سلوكي وارتفاع معدل الوعي. والتغييرات الاجتماعية ليها أكتر من شكل بالمناسبة، يعني تغيير اجتماعي يحدث في حياة ناس زي اللي نقلت الأسمرات، ده تغيير اجتماعي جذري. رايحين للناس نقول لهم يا جماعة كفانا تركا لكم في هذه المناطق اللي المفروض ما تعيشوش فيها، ولازم تعيشوا في أماكن عليها القيمة ومحترمة وشيك ومليانة خدمات ورياضة وفنون وثقافة و و و و و لازم هتجد في تغير في السلوك، لازم وطبعا إيجابي. نفس القصة هتلاقيها في روضة السيدة، نفس القصة هتلاقيها في أهل يعني أي مشروع مشروعات دي، ثم تذهب إلى مشروع شديد الضخامة زي مشروع حياة كريمة. هو تغيير اجتماعي. لازم ترجع لابن خلدون مؤسس علم الاجتماع الإنساني، ده مؤسس، ولازم تشوف هو رأيه ايه في التغييرات الاجتماعية، التغيير السلبي والتغيير الإيجابي، ايه اللي بيحصل وبيغير في سلوك الناس ازاي وبيغير في أنماطهم ازاي. ترجع لحد زي جوستاف لوبون على سبيل المثال، زي كنت بقول لكم عنده حاجة مهمة جدا اسمها ذا كراود أو الجماهير. لازم تقعد تقرأ وتشوف المتغيرات الاجتماعية بتؤدي إلى ايه. لو دولة شالت على عاتقها تحملت مهمة التغيير الاجتماعي 60% من البشر، ثق في هذه الدولة.
دولة مستعدة تتحمل كل ده، خد بالك، وتتحمل اللائمة. أصل أنتوا بتعملوا، أصل مش عارف إيه هو، أصل وسوي، واللي كل واحد يصول ويقول ويفتي بما لا يعلم. والدولة تفضل مستمرة في حمل هذا العبء بتاع فاتورة طويلة وثقيلة وضخمة. أنت عارف فاتورة الريف المصري تمتد لكام سنة ولا لأ؟ فاتورة الريف المصري توصل للقرن الاتناشر الميلادي. هتجد أنه حتى أجهزة الدولة طريقتها بتتغير، سلوكها بيتغير. الموظف العادي اللي جوه المصلحة بتعفوت علينا بكرة يا سيد بيتغير، لأنه شايف تغيير إيجابي كتير حواليه. فلما تلاقي خبر مثلا إنقاذ فتاوى سيدة مسنة وانتشال 4 كثث من أسفل أنقاض عقار في أسيوط، ده خبر مستنيين حاجة؟ ده خبر. طيب إيه اللي جرى؟ طيب وهل ال 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 ده بالمناسبة ده كان عقار زي ما بقول لكم في أسيوط نهار، يعني مأساة كانت. لكن السؤال اللي عندي هنا بقى، يا ترى هل ترى هل ال 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 الأجهزة أو الوزارات المعنية اشتغلت وعملت اللي عليها ولا لأ؟ زمان كانت الناس بتطنش ويقول لك معلش، وبعدين ده في أسيوط بعيد مش حد واخد باله. لا مش في أسيوط بعيد ولا حاجة، الناس بتشتغل. الناس بتشتغل، الوزارات بتجري. هل هم اللي مسؤولين عن انهيار العقار؟ مش دي القصة، أنا عايز أنقذ الناس. فأنا هنا هسأل أستاذ مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن بأسيوط، يعني أنا أقول إنه إحنا نتمنى إنه إذا كان في ناجين يقوموا بالسلامة، ونترحم على كل من توفاه الله. وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا مجدي. أهلا وسهلا المشاهدين، أهلا عليكم جميعا. يا ربنا، يعني ربنا يصبر الكل يا مجدي بيه والله. احنا عايزين نعرف يمكن ايه الاخبار بتاعت هذا العقار. احنا كل اللي نقدر نعرفه انه حصل انتشال لاربع جثث من اسفل هذا او اسفل انقاض هذا العقار، وانه جاري البحث عن ناجين. ايه تطورات الموضوع؟ الاول طبعا بنعزم كل اهالينا في اسيوط طبعا، وفكر ناس وربنا يشفي المصابين يا رب، يصبر قلوبهم يا رب جميعا. يا هو اللي حصل للاسف الساعه 4:30 تلقينا خبر انهيار المنزل من مركز الأزمات في المحافظة، وتوجهنا بتعليمات طبعا معالي الوزير المحافظة عصام سعد إلى مكان الحادث مع فريق الغاثة اللي أنا بشكرهم، فريق الغاثة وفريق المتابعة. صحيح. والحمد لله تم انتشال، كان العقار متكون من 4 طوابق، كان فيه حوالي 9، كانوا فيه موجودين 9، تم انتشال للأسف 6 جثث، وكانت في واحدة وصلت المستشفى بس تم وفاتها بعد وصولها المستشفى بنص ساعة، وفي 2 أحياء مسنة 76 سنة وبنت جيدة ربنا يديها الصحة 19 سنة، وحالة جيدة الاثنين، يعني طلعوا من المستشفى في حالة جيدة وخرجوا من المستشفى. موجودين فين دلوقتي يا مجدي بيه؟ هم روحوا عند أهاليهم. يعني عند أهاليهم؟ اه تمام. وجاري البحث حتى هذه اللحظة عن أي ناجين محتملين؟ لا كله تم انتشار 7 جثث. خلاص كده؟ اه تمام الحمد لله. طيب ايه الدور اللي ممكن تكون بتقوم بيه وزارة التضامن في مثل هذه الامور يا فندم؟ طبعا تم التواصل والتنسيق طبعا مع معالي وزيرة التضامن الدكتورة نجيم، وهي وجهت بالتنسيق مع اللواء صالح سعد محافظ اسيوط، ان شاء الله نصرف 50,000 للمتوفي اذا كان رب اسره، و 25 اذا كان احد افراد الاسره، بالاضافه طبعا الى المعاشه والاصابه. وطبعا ان شاء الله هنحصر الممتلكات والخسائر في الممتلكات، وندفع ان شاء الله نعوض بعض الاهالي، ومفيش حاجه تعوض طبعا، ولكن احنا بنعمل اللي علينا طبعا. ودي بالمناسبه زي ما انت كنت بتقول باكد على الكلام، تغيير الدنيا معالي الوزيره فعلا قامت بدور كويس، وغيرت المساعده دي كانت قليله في الماضي، ودلوقتي الحمد لله هي يعني ساعت وجددت وقعت المساعده. طيب يمكن انا اسال سؤال ما هوش متعلق بهذا الحدث لكن متعلق بشكل عام، انه اذا حصل حاجه من الحاجات اللي زي كده، وانه بعض الناجين ليس لديهم اقرباء
يروحوا يقعدوا عندهم. هل الوزارة بتوفر ليهم مكان للمبيت وان هم يعيشوا فيه؟ طبعا يا فندم. احنا هنا مبسوط يعني خاصة معانا مؤسسات المجتمع المدني، والحمد لله احنا ما فيش حاجة زي كده على طول. حتى لو احتاجنا شقة، احتاجنا عقار، عندنا مركب إغاثة، في اي وقت الحمد لله يعني مستعدين لحاجه زي كده باذن الله، وربنا ما يجيبش حاجه وحشه يا رب. يا رب. اشكرك جدا وبشده. مجدي بيه نجيب، ربنا يخليك وكيل وزاره التضامن باسيوط. تاني يا ساده يا كرام، هو في ماساه ما احناش مختلفين، ربنا يا رب يرحم الجميع، لكن اللي انت سمعته دلوقتي ده هو اللي بيقولك ان الدنيا فعلا بتتغير. وبالمناسبة هو مش هتتغير وهنتحول لسويسرا بين عشية وضحاها خالص، يعني مش فجأة هنبقى النرويج والدنمارك والسويد لأ، ولازم هناخد وقت. لكن أنا عايزك بس تركز، هو الثمان سنين دول أنت مش شايف فيهم حاجات حلوة خالص بجد؟ يعني أنت مش حاسس بالتغيير، ولا أنت اعتدت التغيير فمش قادر خلاص يعني ايه تلمسه يعني هل من مزيد؟ انا ما عنديش مشكله انا كمواطن في ان انا طول الوقت اقول هل من مزيد، يعني انا يوسف طبعا انا عايز اكتر، انا يوسف عايز لسه حاجات اكتر جوه البلد، نفسي اشوف بلدي احلى من النرويج والدنمارك والسويد، مش هقول لك زيهم، نفسي امل حياتي احلى بكتير كمان، بس كمان عشان تبقى احلى بكتير ده دي تكلفه مهوله. انتوا لو عرفتوا الدول دي تعدادها كام ودخلها قد ايه هتفهم اللي انا بقوله. وبالمناسبة انت لو شفت معدل الانتاجية بتاع اي حد في القوة العاملة اللي موجودة في الدول دي هتعرف انا بقول ايه. ما هم الناس دي ما بتعملش معدلات الدخل بتاعت الدولة، يعني حجم ايراد الدولة ده مش جاي من الهوا خالص، ما بيضربوش الارض بتطلع بطيخ، هم بيشتغلوا واشتغلوا كتير جدا وبكفاءة عالية جدا، وبالتالي تلاقي متوسط دخل الفرد عالي، مستوى المعيشة عالي، عندهم حاجة اسمها رفاهية، ناس بتخش سباق السعادة بتاع شعوب العالم، هم مش بيخشوا سباق السعادة بتاع شعوب العالم عشان هم يعني مقطعين نفسهم نكت، عشان هم بيشتغلوا كتير قوي فبيحققوا فوائد كتير قوي جدا فبينبسطوا قوي جدا خالص. سؤال، احنا بنشتغل زي بتوع النرويج؟ فاصل. اهلا 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 بحضراتكم. طيب حضراتكم عارفين انه مصر بدأت من زمان عشان المناسبة يعني في ان يبقى فيها عندها مفاعلات نووية، كويس؟ بس هي مفاعلات نووية بنسميها مفاعلات نووية تجريبية او لاجل البحث العلمي، يعني ابحاث، مفاعلات بحثية. وعندنا تخصصات في الطاقة النووية، يعني مثلا كان في تخصص مهم جدا لهذا العلم في هندسة اسكندرية تحديدا، وبالمناسبة هندسة اسكندرية القسم ده فيها من أقوى الأقسام مش بس في الشرق الأوسط، له سمعة عالمية كبيرة يعني. ودلوقتي احنا بنشتغل على أول مفاعل نووي كبير لإنتاج الطاقة عشان ينور مصر، ووارد يبقى في عندنا فائض، بس دي حدوتة أخرى. ده معناه إن إحنا هنحتاج أجيال جديدة من الشباب اللي يبقوا فاهمين هذه العلوم، فاهمين هذه الاستخدامات السلمية، فيبقى في عندنا أقسام أكتر وأكثر تخصصا، يعني أكتر من حيث العدد وأكثر تخصصا من حيث البحث نفسه أو العلم نفسه يعني، أو البحوث دي أو النوع ده من البحوث وهكذا. فتجد إنه هيئة الطاقة الذرية بتاعتنا إحنا مصر، وهي أكبر وأهم وأول هيئة للطاقة الذرية في المنطقة العربية أو في الدول العربية، بدأت تشتغل على تدريب الشباب على الاستخدامات السلمية. إزاي ويعني إيه؟ أقول لك في الحالات اللي زي كده تعال نروح لأهل الاختصاص. الدكتور هداية كامل نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي، أهلا بحضرتك يا دكتور.
اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب واهل مصر كلهم بخير ان شاء الله. اللهم امين يا رب دايما. قول لنا يا دكتور، يعني ايه هتعملوا تدريب للشباب على الاستخدامات السلميه؟ اشرح لنا وقول لنا ايه هم نوعيات الشباب كمان اللي بيبقوا مؤهلين لهذا النوع من التدريب. طيب، اولا التدريب الصيفي لطلاب الجامعات، ده تدريب بتتخذه الكليات احد متطلبات تخرج الطلاب. حلو. والطلاب ممكن تروح لاكثر من مكان. عظيم. سواء شركات او مراكز بحوث او هيئات اخرى، ومنها هيئه الطاقه الذريه. حلو قوي. احنا بنقبل الطلاب من الكليات العمليه، كليات الهندسه، كليات العلوم، كليات الصيدله، كليات الزراعه. بنقبل الطلاب من الملتحقين بالمرحله الثانيه والثالثه لتأهيلهم على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. الطاقة الذرية ليس جانب سيء، الطاقة الذرية فيها جانب مشرق واستخدامات في كافة المجالات، سواء كانت صناعية أو طبية أو زراعية. وبالتالي الجامعات، احنا المفروض ان احنا بدأنا البرنامج بإرسال خطابات للكليات لأنها تبلغنا بالطلاب اللي المفروض هيتدربوا عندنا. فتحنا باب التقدم من أول يناير إلى إبريل، وإن شاء الله التدريب يبدأ من نص 7 إلى نص 9. الطلاب هيتوزعوا على مراكز الهيئة المختلفة، عندنا 4 مراكز، موقعين في مدينة نصر وموقعين في أنشاص، فيهم جميع التخصصات، كيمياء، بيولوجي، صيدلة بتخصصاتها، لأن صيدلة ما فيهاش تخصصات في الطلاب الذين لم يتخرجوا، كليات الهندسة، كليات الزراعة بتخصصاتها. احنا الاول بندربه يعني ايه تقنيات نووية، يعني ايه يحمي نفسه عند التعامل مع التقنيات النووية، ازاي يقدر يستفيد منها في ابحاثه او في تطبيقها سواء في المجال الخارجي او في المجال البحثي. طيب، ده كلام رائع جدا. طب هل اقدر اعرف ولو مثال واحد مثلا عن الاستخدامات السلمية لهذه الطاقة في الصناعة، مثال لاستخدامات هذه الطاقة في الزراعة على سبيل المثال؟ طيب، في الصناعة احنا حضرتك بنستخدمها لحلول كبيرة جدا، منها مثلا لو عند حضرتك انابيب بترول عشان تنقل فيها البترول لمسافات طويلة، المفروض ان ما يكونش فيها اماكن يحصل تسرب منها، وما عندكش فرصة انك تعمل مواسير باطوال كبيرة، فبيتم لحام هذه المواسير، وبالتالي انت بتصور هذه اللحامات علشان تعرف اذا كانت اللحامات سليمة او لا. عندنا في شركات البترول احيانا في افران التكرير بيبقى فيها مشاكل، المشاكل دي ممكن يتم فحصها عن طريق استخدام المواد المشعه وتعرف المشكله فين بدون توقف للافران. ده بالنسبه للصناعه. عندك الصناعه، عند حضرتك في مصانع الورق، مصانع الورق بتحتاج نظائر مشعه علشان تطلع الورق بسمك معين، وغيرها الكثير. عندك في الجمارك عندك البوابات الالكترونيه، البوابات الإلكترونية بتستخدم مصادر علشان تقدر تكشف عن الحقائب والحاجات اللي فيها ممكن ما يكونش مصدر مشع، لكن هي عبارة عن أشعة إكس، وأشعة إكس من النوعية التي تنتمي إلى الأشعة المؤينة، وهي منوط بها العمل في هيئة الطاقة الذرية. ده بالنسبة للصناعة. في الطب حضرتك عارف طبعا التصوير الطبي بالنسبة واستخدام المواد المشعة في التشخيص والعلاج. بالنسبة للزراعة عندنا تطبيقات كتيرة جدا، منها انك تعرف احتياج النبات للمغذيات المختلفة، منها انك تعرف احتياج النبات لكمية معينة من المية، منها انك تقدر تنتج محاصيل تحاول انها تتغلب على التغيرات المناخية. عندنا تغيرات مناخية بتأثر على درجة الحرارة المحيطة بالنبات، عندنا تغيرات مناخية بتأثر على ملوحة التربة، على جفاف التربة، وبالتالي تقدر تستنبط أصناف تقاوم هذه التغيرات وتساعد على ان زياده الانتاج، وبالتالي تامن الفجوه الغذائيه اللي موجوده عندنا. طيب، ده كلام اكتر من رائع. اخر حاجه، انا كده فاهم انه التدريب ده بيتم بشكل دوري وسنوي ومنتظم، صح كده؟ بالظبط كده يا فندم. عظيم جدا. انا اقدر اقول انه انا التدريب بتاعي مستواه بالمقارنه بمستويات التدريب اللي ممكن تبقى موجوده في المنطقه او حتى في العالم، انا تصنيفي عالي ولا انا متوسط؟ احنا حضرتك بالنسبه للتدريب الصيفي ده بيتم للطلاب الذين لم يتخرجوا. ايوه. وبالتالي ده بيبقى مستوى معين من التدريب. حلو. لكن بالنسبه للخريجين في مستوى اخر من التدريب، وهو مستوى متخصص. عظيم. ويؤهله لسوق العمل.
احنا في التدريب لا يتوقف على التدريب من ابناء جمهورية مصر العربية، احنا عندنا متدربين بيقولنا من الدولة العربية، وعندنا متدربين بيقولنا من جميع قارة افريقيا، وده بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية. احنا كان عندنا السنة اللي فاتت 30 طالب متدرب من كلية الهندسة النووية في جامعة السودان، يعني احنا مكان لجذب للتدريب على مستوى القارة وعلى المستوى الاقليمي. هايل هايل هايل. انا عايز اشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك. دكتور هداية كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للتدريب والتعاون الدولي. تظل مصر قبلة للعلم وللعلماء وللبحث العلمي. صنايعية مصر، صنايعية مصر برنامج حلو، ادعوك للمشاهدة بالمناسبة، برنامج حلو حلو. صناعية مصر هو واحد من البرامج اللي أنتجتها الشركة المتحدة، وده يخليني أخدك بس على نقطة. لما تيجي تشوف، مش هقولك الشركة المتحدة بتشتغل إزاي، لكن ولو زاوية من رؤية الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي، إيه هي؟ إنه يحصل تنوع في المحتوى البرامجي. تجد بقى تنوع، تلاقي برامج زي ما فيها ترفيه، زي ما فيها ثقافة، زي ما فيها برامج للوعي الصناعي، وبرامج لترفع معدل الوعي بضرورة وأهمية البحث العلمي، إلخ إلخ إلخ. خلوني أخد معنا على التليفون صديقنا وزميلنا العزيز كاتبنا الصحفي محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام.com، مش هغلط واقول اورج ابدا، .com. ازيك يا محمد؟ ازيك يا زيز، كل سنه وحضرتك إيه؟ طيبه وانت طيب، تمام. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام، كل سنه ومصر كلها طيبه. وانت طيب يا رب وكل حاجه بخير. صنايعية مصر احكي لي عنه. صنايعية مصر احدث برنامج احنا تابعناه في على قناه دي مؤخرا. ايوه. هو برنامج زي ما انت قلت كده بيمشي في سكه جديده بتكمل التنوع اللي المفروض يبقى في خريطه برامج اي قناه او اي منصه اعلاميه. كلمه صنايعيه كانت لفتره قريبه كلمه سلبيه، كان دايما الناس بتتكلم على الصنايعي بشكله الحالي اللي هو بيجي عندنا البيت ويعمل المشكله. لكن كان عمر طاهر من 3 أو 4 سنين اصدر كتاب على جزئين بيتكلم عن الصنايعية اللي عملوا صناعات كانتش موجودة في مصر بداية من القرن العشرين، في السكر وفي السيارات وفي في البنى وفي مجالات كتيرة جدا. هذا المحتوى تحول أخيرا إلى برنامج. فكان أول سؤال أنا سألته قبل ما أتفرج على الحلقة، إزاي كتاب هيتحول لبرنامج؟ إحنا عايزين لو أدب هيتحول لدراما بنعمل شخصيات وحاجات زي كده. لكن دي شطارة الانتاج بقى. يعني انبسطت انه البرودكشن فعلا مختلف. اولا المده 25 دقيقه اللي هي يعني لو انت زهقان انك تقرا الفصل في 10 15 دقيقه هتشوفه بالظبط مرئي قدامك. حلو. بيجمع بقى ما بين الجرافيك، ما بين الجزء الديكومنتري، ما بين التعليق الصوتي، ما بين السرد اللي بيقوله مقدم البرنامج. فبصراحة حاجة مبشرة جدا ونوعية احنا فعلا ما كنا مفتقدينها، انها تكمل الدائرة بتاعت برامج الرياضة والثقافة والمرأة والدين والترفيه طبعا. النوع ده من البرامج بيخلق المزيد من الجاذبية او بالادق جذب المشاهد، فبوسع، صححني لو انا غلطان يعني، بوسع نطاق المشاهدة بتاعي، بنوع الشرايح اللي بتتفرج، وسواء اذا كانت اجتماعية او شرايح عمرية، ولا انا غلطان؟ لا تمام، وبالذات الولاد الصغيرين احنا عندنا ازمة هوية، ازمة ان الناس ما بتقلهمش الموضوع ده. فانت اول حلقة مثلا كانت عن رائد صناعة السيارات عادل جزارين، هتيجي تحطه بس عبارة مثلا فصل في كتاب الدراسات الاجتماعية لسنة اولى ثانوي او ثالثة اعدادي، مش كفاية. عشان كده لازم الحاجات دي كمان يعني الاهالي تساعد ولادها ان هم يتفرجوا، ولازم مثلا يبقى التكليف في المدرسه ان هو روح اتفرج على الحلقه على اليوتيوب بدل ما انت تتفرج على قنوات غريبه، وتعالى اكتب عنها موضوع التعبير. صح، ده هيخلي ان الحاجات دي تنتشر اكتر. لازم الدائره تكتمل يا استاذ يوسف، ما يبقاش حاجه حلوه بس مش متشافه بشكل جيد. طيب تفتكر انه احنا في الفتره المقبله نحتاج الى اي نوع من البرامج برضو
تشتغل يعني او بالادق تساعدنا فيه بقى هنا الشركه المتحده بقدراتها الانتاجيه وبهذه الفكره. يعني انت قلت لي ازاي نحول كتاب لبرنامج، فاتفقنا احنا الاثنين على انه دي الانتاج الذكي، الانتاج اللماح، الانتاج الواعي اللي عنده نظره ورؤيه ويقدر يحول لي شيء الى شيء اخر تماما ويبقى بمنتهى الجاذبيه وبالتركيز. احنا محتاجين ايه تاني نميل فيه على المتحده نقول لهم يا جماعه ساعدونا احنا محتاجين النوعيه دي؟ احنا محتاجين حاجتين، محتاجين المسارين يتكاملوا، برامج البيج برودكشن زي الكابيتانو زي الدوم كويس اللي بتكتشف وبتطلع اجيال جديده، والبرامج اللي بتنقل هويتنا للجمهور. وخد بالك من حاجه، انا ممكن مثلا برنامج زي برنامج مدام اسعاد او مدام منى ممكن يستضيف حد يحكي يعني يحكي عن صناعه السيارات برضه وتاريخها. احنا لازم نغير يعني يبقى عندنا تعدد للقوالب، يعني ممكن القالب ده يبقى ينفع كبير السن شويه، والقالب اللي عامله صناعيه مصر ينفع صغار السن. فاحنا محتاجين ان احنا ننوع البرامج في كل الاحوال وننوع القوالب علشان كمان تمشي اكتر على السوشيال ميديا، يعني يبقى ممكن يبقى في برامج 5 دقائق و7 دقائق. اما بالنسبه للمجالات لا، احنا محتاجين كتير، يعني محتاجين حاجات ليها علاقه بجغرافيه مصر، بمحافظات مصر. هو لما سياده الرئيس بيروح يفتح اي حاجه في محافظه احنا بنلاقيها فرصه للاهتمام باللي بيحصل في المحافظه دي، لكن احنا عايزين طول الوقت يبقى ده موجود باشكال مختلفه. يعني تخيل لو في برنامج بيحكي عن المتاحف اللي حوالين مصر كلها، كل حلقه متحف بس 10 دقائق 12 دقيقه، ويبقى في جاذبيه الشاشه، يعني مش مجرد ديكومنتري بالطريقه دي يشدني يخليني مش عايز اقوم. ايوه، ويخليني اقدر اشوفه في اي وقت، ويخليني اقدر اشوف حلقتين ثلاثه ورا بعض. ده على واتشت بقى على طول، كلمني على واتشت على طول اروح داخل، او على المنصات المجانيه، يعني اي منصات متاحه كويس علشان نقدر يعني ينزل باكثر من مستوى. ولازم يحصل ربط مع المدارس والجامعات طبعا في هذا الموضوع. حلو، عايز الاول اشكرك جدا جدا جدا، وعايزين نشوفك قريب برضو. كل سنه وانت طيب، سنه سعيده عليك يا رب. كاتبنا الصحفي الكبير والمحترم بالمناسبه عين صديقنا العزيز محمد عبد الرحمن، من العيون اللي هي مش بس لماحه، شديده الدقه في التقاط التفاصيل. كل الشكر لزميلنا العزيز محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع اعلام.com. بما اني اتكلمت عن الدنمارك وعن النرويج وعن البلاد دي، يسموها ايه؟ سقف العالم، اللي هو ايه؟ لما تشوف كده مفيش حاجه بتوجع عينك تتمشى في البلاد دي انت مش عايز تروح، اللي هو ايه ده؟ انا عايش فيلم كرتون ولا في كتاب ملون ولا ايه الحكايه؟ بلاد منظمه جدا، نظيفه جدا، بس دايما السر العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل. فوق كل ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى وامره، بس احنا نعمل اللي علينا بقى. رئيسة وزراء الدنمارك وزوجها العزيز في الأقصر جايين يقضوا 3 أيام شتوية عندنا في جمهورية مصر العربية. الأستاذ أسامة أحمد عبد الغني مرشدنا السياحي الهمام يعني يرافقهم في هذه الرحلة. ازيك يا أستاذ أسامة؟ أهلا وسهلا بيك. ازاي الحال؟ كله تمام؟ تمام بخير والله، ربنا يعزك يا رب. حدثني عن الرحلة الشتوية بتاعت رئيسة وزراء الدنمارك. والله رحلتها كانت يعني المرة دي كانت لمدة 3 أيام، وأقامت في قرية البايرات غرب الأقصر في فندق اسمه قصر الجرف. وكان يعني مش الرحلة الأولى طبعا، كان في الأسابيع السابقة أو من شهرين ثلاثة كان عندنا هنا رئيس فرنسا الأسبق ساركوزي، ومن أسبوعين كانت بنت رونز ترامب. وهي كانت طبعا 3 أيام اللي قضيتها هنا، كانت يوم من يوم البر الغربي يوم البر الشرقي، وامبارح كانت اخر يوم ليها، فنهت زيارتها بزياره الشيخ النحاتين بالبر الغربي الحاج سيد المطعني. حلوه دي. مين اللي فكرها في الموضوع ده، انت ولا هم جايين عندهم هدف كده تارجت؟ لا لا لا، هي الزيارة طبعا مش رسمية، يعني فسحة كانت زيهم زي أي ساحة طبعا، بس الحمد لله طبعا الزيارات دي بتعتبر إن هي من الترويجية الأولى لمصر والأقصر خاصة طبعا، وحاول برضو الإعلاميين في الأقصر أو في مصر إن هم ترويج أو إن هم كانوا يعني توزيعوا عن الرحلة دي. فالحمد لله يعني هي طبعا كانت يعني بتبدأ إن هي الترويجية من الدرجة الأولى بطريقة غير مناسبة بالنسبة لمصر وخاصة الأقصر. الأقصر طبعا تشير خاصة في فصل الشتاء بزيارات كتير من الرؤساء والوزراء في فصل الشتاء. هم عرفوا منين شيخ النحاسين عندنا؟
لا طبعا ده مشهور الحاج سيد المطعني، يعتبر من يعني مش مشهور في مصر بس، ده من اشهر الناس في العالم، يعني مشهور جدا جدا، من اشهر الناس في العالم، يعني معروف عالميا، فهم عارفينه، صيته واصل زي ما بيتقال. اه بالظبط كده، يعني هم كانوا من البرنامج بتاعهم ان روح ظروفها امبارح الحمد لله كانت نهايه الزياره ان هو ان هم زيار يعني، والراجل طبعا يعني كان هو مضياف وشرب الشاي في البيت في القريه، وادهم بعض الهدايا التذكاريه والتقطوا بعض الصور معاه ومع اهل القريه، فتقريبا مده ساعه معاه يعني احنا. طيب مهم عندي بقى هنا ان انا عايز اخد اللقطه بتاعت ايه؟ آه هم كبشر الانسان الناس دي عامله ازاي؟ لا طبعاً جدا طبعا، الزياره ان هي مش رسميه، كان بيتعاملوا يعني بطبيعتهم خالص خالص، وكان بيتمشوا في القريه، وكانت اهل القريه الناس حواليهم، وكان يعني كلهم بياخدوا صور تذكاريه والناس بتسلم عليهم. لا كانت زياره عاديه جدا جدا، هم كانوا مبسوطين يعني. النوع ده بيبقى من الزيارات مهمه يا استاذ اسامه؟ اه طبعا طبعا، ان هي تبقى يعني دي ترويج يعني خاصه لدوله الدنمارك، وهم طبعا الحاجات دي كلها طبعا هم كتبوا على الصفحات الخاصه، آه زي ساركوزي قبل كده برضو كان كتب، وكانت بنت رونالد ترامب من اسبوعين آه كانت هنا، فطبعا الحاجات دي طبعا مهمه جدا لينا. طبعا اشكرك جدا يا استاذ اسامه، ونشكرك على جهدك المبذول، ونشكرك جدا على المكالمه. اشكرك جدا استاذ اسامه احمد عبد الغني المرشد السياحي ومرافق رئيسه وزراء الدنمارك وزوجها في زيارتهم الشتويه الى الاقصر. انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ والله العظيم تعالوا نروح للفاصل ونروح نفهم ايه اللي بيحصل في الصعيد، يعني ايه تنمية في الصعيد، بس هناخدها بقى من واقع الدراسات البحثية بتاعت المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. هيكون موجود معانا باحثنا الأستاذ أحمد بيومي، وهو الباحث الاقتصادي بالمركز المصري، وهيبقى معانا كمان باحثنا الأستاذ محمد صبري، وهو أيضا باحثنا الاقتصادي بالمركز المصري، فسوف نأخذ آراء كلا الباحثين، ينورونا ويشرفونا في هذا الاستوديو على هذه المائدة يمينا ويسارا، وفي المنتصف شخص ضعيف. فاصل ونكمل الكلام. اهلا 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 بحضراتكم. طيب الحديث هيبقى حديث في الاقتصاد، بس عن لو صح التعبير الاقتصاد الصعيدي، يعني خلينا نعرف ايه اللي بيجرى في الصعيد، ايه هي مفاهيم التنميه في الصعيد. وخلونا زي ما كنت بقول لكم قبل الفصل نرحب بضيوفنا الاعزاء داخل الاستوديو، اتنين من الباحثين الاقتصاديين ملو العين والعقل، استاذ احمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، ازاي الحال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. وايضا الاستاذ محمد صبري الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. الاخبار كله الحمد تمام؟ لله. الحمد لله. طيب ابدا من ايه؟ نبدا باليمين، هنتيمن نيجي الناحيه دي. استاذ محمد، ايه هو ما كان يحتاجه الصعيد في السابق، وإيه اللي كان المفروض يتعمل للصعيد، وإيه اللي احنا وصلنا له؟ تمام. بداية من قبل 2016 كان في قرى كتير مش واصل لها مياه، مش واصل لها غاز، مش واصل لها مرافق كتيرة. تمام. كان في قلة في عدد المدارس، كان في مشاكل كثيرة مع النمو السكاني طبعا، فكانت محتاجة يوصل لها المرافق دي كلها. وكان أهالي الصعيد شايفين إن هم يعني مش واصل لهم الاهتمام الكافي بيهم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية 2016 قال هنبتدي نعمل حياة كريمة، وهي فعلا حياة كريمة لكل مصر. فبدأ يدخل المرافق فعلا للصعيد، اتصرف على الصعيد على البنية التحتية والمرافق من 2016 لحد 2022 واحد تريليون جنيه مصري على المرافق كلها. في الصعيد ولا في مصر؟ في الصعيد. واحد تريليون جنيه؟ واحد تريليون جنيه. من كام لكام؟ من سنة كام؟ من 2016 لحد 22. في ست سنين واحد تريليون صعيد بس؟ صعيد بس. كمل يا فندم. تم الصرف على بناء مدن جديدة، اتبنى
14 مدينة جديدة، منهم سوهاج الجديدة، منهم أسوان الجديدة، منهم إنا الاجتماعية، ويعني قرى كتير. من وجهة نظري شايف إن الحكومة المصرية تعاملت على خطتين، الخطة الأولانية هو البناء، والخطة الثانية هي تطوير أصل المرافق الموجودة. والخطتين ماشيين بنجاح جدا، بحيث ان هم وفروا كتير قوي، منها محطات الكهرباء الجديدة اللي اتبنت في الصعيد ودخلت 8000 ميجا وات زيادة، ده غير السكة الحديد، ده غير قطاع الصرف اللي دخل فيها حوالي 250 قطاع صرف جديد، ده غير البوابات، ده غير الطرق الصحراوية والطرق اللي اتعملت الجديدة بتوصل، ده غير 10 مدن صناعية اتعملت في الصعيد. فكل ده ساعد أكيد في تنمية حياة أي فرد في الصعيد. طيب هنا أنتقل لأستاذ أحمد بيومي نجيب. في السابق ما كانش فيه استغلال بشكل أو بآخر أو عدم استغلال بالكلية للطاقة الصعيدية، لو اعتبرنا المصطلح هيبقى كده إشارة إلى القوة العاملة في الصعيد، وبالتالي نتج عنه هجرات داخلية وأحيانا هجرات غير شرعية كمان لخارج البلاد وما إلى ذلك. الشكل ده من التنمية يؤدي إلى استغلال لهذه القوة العاملة في الصعيد والحيلولة دون هجرة داخلية أو هجرة خارج البلاد بالأساس، ولا قد تستمر بعض من هذه الأزمة؟ أولا مرحب حضرتك وتسلى السادة المشاهدين، وكل عام وإحنا بخير. طبعا أنا بأكد على كلام حضرتك، وفقا لتقرير جهاز المركز المحاسبات خلال فترة من 1996 ل 2017 بنتكلم عن حوالي 15 ل 20 مليون مهاجر من الصعيد إلى محافظات ثلاثة بالأساس. المحافظة الأولى هي البحيرة، الأولى هي الجيزة، استقبلت حوالي 35% من الهجرة الداخلية بالصعيد. الثانية كانت البحيرة، القليوبية، القليوبية هي المركز الثاني، والقاهرة جت في المركز الثالث، حوالي 25% من الهجرة الداخلية. الهجرة الداخلية كلها جاية من ثلاث محافظات في الصعيد، أو معظمها يعني الحجم الأكبر فيها جاية من أسيوط، وجاية من سوهاج، وجاية من منيا. طيب احنا لو بصينا على بعض المؤشرات الاجتماعية اللي موجودة في المحافظات دي، فهنجد ان ما بين افقر خمس محافظات مصرية سابقا طبعا، هتلاقي على طول اول محافظة هي محافظة سوهاج، كانت الافقر بمعدل فقر يصل الى 60%، ثم محافظة المنيا واسيوط، وعندنا محافظة مطروح طبعا، وفي محافظة اخرى. السبب الاساسي في عمليات الهجرة في الفقر هو عدم استكمال التعليم، وعدم وجود فرص عمل، وعدم وجود بنية تحتية قادرة. يعني الولد بيطلع على طول بيتخرج من المدرسة بيقول أنا عايز أشتغل، سوهاج أو الصعيد معظمهم بيشتغلوا، كانوا بيشتغلوا في الزراعة طبعا، فسابوا الزراعة وجم يدوروا على شغل في القاهرة، واللي اشتغلوا معظمهم في المعمار يعني. الخطة اللي الدولة حطاها في التركيز على برنامج تنمية شامل متكامل في منطقة الصعيد، واللي زي ما زميلي أشار اتصرف عليه 1 تريليون، لا أنا بأكد إن هو 1.5 تريليون من إجمالي 7 تريليون اتصرفت على مصر، حصلت الصعيد على ربعهم تقريبا. الواحد ونص تريليون دول اتبنى بيهم طرق، محاور. أنا هنا ما بتكلمش عن طريق، بتكلمش عن محور، أنا بتكلم عن بنى تحتية قادرة على خدمة أهل البلد، تسهل حياتهم وتسهل عمليات تجارية. النهاردة أهل الصعيد اللي كانوا بيسيبوا منطقة الصعيد عشان ما فيش شغل بسبب أساسي وبيهاجر جوه أو بره، هو النهاردة أصبح في الصعيد في مناطق صناعية. المناطق الصناعية بمختلف طبعا أشكالها، بتضم اللي بيضم 150 محل صغير أو مشروع صغير، اللي بيضم 200 على حسب المنطقة وعلى حسب تخصص كل محافظة متخصصة في إيه. فإحنا أصبح عندنا تقريبا في كل محافظة في منطقة صناعية، وفي جنبها على طول مدينة جديدة سكن للناس اللي شغالة في منطقة صناعية. فأصبح إن من، وطبعا في مدارس، في تعليم، وفي صحة. فأصبح إن أنا إيه اللي هيخلي مواطن صعيدي يسيب أهله وناسه ويسيب مرافق موجودة ويهاجر؟ ما هو الأسباب اللي كان بيهاجر لها، اللي هي الحياة الأفضل اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة، وفرص العمل اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة بشكل أكبر، الأسباب نفسها بقت موجودة عنده في محافظته. فهو أصبح إن هو بيخرج بيتعلم في الجامعة اللي موجودة في المحافظة،
بيسكن في المباني اللي بتبنيها سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو المباني اللي بتبنيها الدولة أي طرف آخر تابع للدولة في نفس المحافظة، وبيشتغل سواء بيشتغل في حرفته اللي هو الزراعة أو الحرفة اللي هو بيشتغل فيها أو فتح مصنع في المنطقة الصناعية الموجودة في المكان. فمن البديهي جدا والطبيعي أن المشروعات التنموية اللي الدولة عملتها في منطقة الصعيد أن هي تقلل يتقلل من عمليات الهجرة الداخلية وتحسن من المؤشرات الاجتماعية اللي موجودة في مدن الصعيد اللي هي طبعا الفقر، التعليم، الصحة، البطالة ومعدل النمو السكاني. بالأكيد طبعا معدل النمو السكاني مرتبط بشكل كبير جدا بنسب التعليم وبنسب الصحة. فالمشروعات القومية أو المشروعات التنموية اللي الدولة بتنفذها في الصعيد هيكون ليها أثر مباشر خلال الخمس سنوات اللي جايين على كل مؤشرات الاجتماعية الموجودة في الصعيد وعلى معدلات الهجرة الداخلية، وهيبان بالتحديد في الإحصاء السكاني الجديد اللي هيعمله جهاز التابع العامة والإحصاء. عظيم جدا. طب أنا هستأذن حضراتكم هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل عايز أناقش فكرة وهي مسألة الفرق ما بين نمو اقتصادي وتنمية أو التكامل ما بين النمو الاقتصادي والتنمية داخل المجتمع. هنروح للفاصل ونرجع مع ضيوفنا الأعزاء لو سمحتوا استنونا. الاقتصاد ده علم واسع كبير والله العظيم، ما تقعد مع اتنين من الباحثين اللامعين كده تبقى قاعد مستفيد، كنا بنتناقش مناقشة ظريفة كده. طيب خلوني أرحب مرة تانية بضيوفنا الأعزاء أستاذ محمد صبري وأستاذ أحمد بيومي باحثنا الاقتصاديين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. وكنا بنقول على مسألة، وخلونا نشترك بقى في الحوار يعني بقى شباب، نسأل محمد ونسأل أستاذ أحمد نشترك مع بعض، مسألة ما بين النمو والتنمية. أنا راجل دايما أقول أنا شرفت على 48 فضل لي هم شهرين وكسور وأبقى 48 سنة يعني خمسة كده وأبقى عندي 50. أنا شفت في وقتي نمو ما أقدرش أنكره، حصل نمو، الأرقام بتقول حصل نمو في الألفينات تحديدا وكان نمو كبير ما كانش وحش، بس كمان في وقتي أنا ما شفتش أي شكل من أشكال التنمية، بل للأسف كان بيحصل تردي داخل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتاعت الأفراد، مستوى المعيشي إلى آخره. إيه هو النمو؟ إيه هي التنمية؟ ومش هقول ما بينهما، ولكن المشتركات اللي تخلي النمو منعكس طول الوقت على حالة تنموية. اشتركوا اشتبكوا. تمام، خلينا ابتدينا من الإجابة ببساطة كده. النمو إن الرقم بتاعك بيكبر، حجم الاقتصاد بيكبر، بس ما بيكبرش بمين، يعني هو مش فارق معاه بيكبر بمين. يعني أنا ممكن أفتح مشروع واحد كثيف رأس المال أضخ استثمارات كبيرة جدا فيه، حجم اقتصادي يكبر من 9 تريليون جنيه ل 10 تريليون جنيه، خلاص انت استفدت منه؟ لا لا. انا استفدت؟ لا. طب التنميه ان انا الاستثمارات اللي بتحصل دي تشغل ناس، تفتح بيوت، تحسن تعليم، تحسن صحه، تقلل فقر، ترفع من تزود معدل الانتاجيه، تزود صادرات، تسهل عمليه التجاره. دي التنميه، ان انت بتعمل مشروع ليه اثر، بيسموه امباكت انفستنج، اللي هو انا بستثمر بأثر، والأثر يكون ليه أثر على الناس والناس حساه، ويكون ليه أثر على بيزنس مان، يعني رجل أعمال برضو بيكسب، ما هو كله بيكسب، بس أنا في فرق أن أنا ممكن أكسب بمشروع أحط فيه استثمارات ضخمة جدا، عمالة قليلة قوي، بنية تحتية ضعيفة، وأنتج وبيع. ده نمو. فتحت مشروع، وظفت ناس كتير، فتحت بيوت كتير، قللت معدل البطالة، حسنت، قللت معدل الفقر، حسنت الصحة العامة، حسنت البنية التحتية، ده بقى اسمه تنمية. حلو جدا. تعال ناخد ده ونروح بيه على الصعيد، أين كنا وكيف أصبحنا؟ حاليا احنا شغالين على تنمية. النمو هو ان انا بشتغل على المدى القصير، انا بعمل مشروع واحد او في مجال معين بيجيب لي نمو، لكن تنمية هو اللي بيحصل دلوقتي في الصعيد، ان انا بنمي كل القطاعات، قطاع الكهرباء، قطاع الصرف، بنية تحتية، كباري، طرق، قطاع التعليم، قطاع الصحي، كل ده تنمية، ان انا حاطط نمو في كل القطاعات دي مرة واحدة، فده يساعدني ان انا يخلق وظائف، يخلق صناعة، يخلق استثمارات كتير، فايد كل الافراد، ما فيش فرد في الصعيد
مش مستفيد بأي شيء من القطاعات دي. ما فيش فرد في الصعيد مش مستفيد إن الغاز وصل له، ما فيش فرد في الصعيد ما بيروحش مستشفى، ما فيش حد ما بيروحش يتعلم. فدي تنمية، إن أنا كل أفراد يعني الصعيد استفادت بالمشاريع دي. حلو. طيب ده هيخليني برضو هفكر معاكم بصوت عالي، وانا ارجوكم اشتبكوا معانا كلنا في الحوار كده واحنا سوا. انت راجل خجول باين عليك وما بتحبش الكاميرات، ويعني رجل يبحث ويكتب وقليل الكلام. ال- 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 هل ال- الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي اتبنى عليه الصعيد لفترات طويله جدا يحتاج مننا، انا ضد فكره النمزجه يعني، بس يحتاج مننا ان احنا نطبق شكل من اشكال النموذج الصيني او التجربه الصينيه في الصعيد، ولا شيء مختلف؟ والله يعني الايكونومكس او الاقتصاد هو علم اجتماع، وعلوم الاجتماع مرتبطه بشكل اساسي بالبيئه اللي هي بنسميها الكونتكست. حلو. اللي هو بيئه التنفيذ. فاللي تنفذ في مكان ما ونفع مش شرط صح ينفع عندك. عشان كده بقول لك انا ضد النمزجه. ليه بقى؟ لان في اختلاف ثقافات، اديان، تعليم، طبيعه سكان، تراث، كل شيء. لكن ناخد منه فكره ان احنا عندنا الصعيد تعداد سكاني كبير، عندنا قدره بشريه هائله، محتاجين نعلمهم كويس، يكونوا بصحه كويسه ويشتغلوا. يعني انا بحلم، يعني انا من سنتين ثلاثه كنت في كوريا الجنوبيه، والحقيقه هم عاملين فيري سكسسفل موديل، يعني عاملين نموذج هايل جدا. كل محافظه ليها تارجت في الصادرات. انا ما بقولش مصر صدرت كام، انا بقول القاهره صدرت بكام، الاقصر سوهاج، الاقصر صدرت بحيره بكام، كفر الشيخ، وايرادات المحافظه بتدخل جزء كبير منها ليها، لكن في 20 او 30% بيروح في صندوق اكبر عشان يروح للمحافظات الافقر الاقل انتاجا، عشان يحصل فيها تنميه، عشان تعرف تصدر بعد كده زيها زي المحافظه الاولانيه. حلو. وكل محافظه ليها بصمه. يعني مثلا عندنا الصعيد مشهوره بالمعمار مثلا، يبقى انا الاقي في الصعيد مصانع الاسمنت، مصانع الحديد، مصانع، والصعيد تصدر لمين؟ للفيوم. ما بقولش تصدر لإيطاليا، لا تصدر للفيوم، وتصدر برضو لبره، يعني الاثنين. بس الصعيد يتحسب لها ان هي بتصدر للقاهره، ويتكتب يبقى محطوط ان مكتوب ان 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 سوهاج صدرت بمبلغ كذا، ان اسيوط بتنتج 800 ألف طن بنزين سنويا مثلا، ان اسيوط صدرت لمحافظه الاقصر، وصدرت لمحافظه اسوان، وصدرت لمحافظه المنيا، والرقم ده اصبح فلوس او دخل وارد لاسيوط علشان الناس تشتغل وتحس ان هي بتنتج. النموذج ده طبعا هو علشان طبعا احنا جمهوريه، فهي في حساب مركزي بيضم كل شيء، لكن هو ممكن يتحط ببساطه حتى كمستهدفات، ان يبقى واحد من ضمن المستهدف ان انا مش هقول مصر تصدر 100 مليار، اقول مصر تصدر 100 مليار، القاهره 20، اسكندريه 5، اسيوط 5، سوهاج 10، وهكذا. ويبقى النموذج ده، النموذج فكره وجود هدف او مستهدف للتصدير او هدف للانتاج والعماله، هيصبح فيه تنافس ما بين المحافظات وبعضها البعض على الانتاج وعلى التصدير، وعلى ان انا اقدم ميزه وخدمه افضل، واحسن من البنيه التحتيه بتاعتي بشكل افضل، واحارب الفساد علشان اكبر من النموذج بتاع محافظتي، ويصدر المحافظات التانية، والمحافظات التانية تتنافس معاها وتقلد. حلو. هنا اروح بسرعه لباحثنا الاستاذ محمد صبري قبل ما نختم. بما انت ضد النمزجه زينا برضو، ولا مع النمزجه؟ مع الأول. في بعض وضد في بعض. حلو. ضد في ان انا اخدها كامله كما هي، صح، لكن مع في ان انا استفيد من يعني الاشياء الكويسه، مثل ان اهتمت الصين جدا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. ودي حاجه كويسه جدا. ليه؟ لان هي بتطلع افكار الشباب، وبتطلع الافكار الجديده المتطوره دايما. فمثلا ان احنا ساعدنا دلوقتي الشباب في الصعيد ان هم يبتدوا يفكروا احسن، ان ليه ما يفتحش مشروع.
لما الحكومة المصرية تبتدي تدي تسهيلات في التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ادت دفعة كبيرة للشباب ان هم يفكروا طب ليه انا ما كنتش صاحب مشروع؟ ليه انا ما عندي فكرة؟ ليه ما طبقهاش في الواقع العملي؟ وفعلا بدأ تم يعني تطبيق ده في الواقع العملي، وتم افتتاح يعني 250 مشروع صغير ومتوسط في الصعيد. فدي بداية كويسة، هو ده ان انا مع النمذجة في بعض الاشياء. حلو. لكن تعتقد ان الصعيد اصبح فيه جاذبية لرؤوس الاموال الكبيرة او تراكمات الرأسمالية الضخمة انها تستثمر هناك، ولا هيفضل دايما اصحاب رؤوس الاموال في مصر واخدين جنب كده؟ بكل تأكيد بعد البنية التحتية الممتازة والمرافق وكمية المشروعات الكبيرة اللي حصلت هناك، لأي مستثمر هو بيفكر ازاي يكسب وازاي ان هو يعرف يستثمر في مكان بيحتوي على كل المرافق بشكل جيد. حاليا الصعيد هي مأوى لكل شيء جميل بالنسبة للمرافق، بالنسبة لتوصيل البنية التحتية الجيدة جدا، فكل ده يخليها جاذبة لأي مستثمر كبير. أنا عايز الأول أشكركم جدا، نورتونا وشرفتونا مع ضيق الوقت، إلا أنه أنا أعتقد أنا متأكد إن إحنا لازم هنتقابل تاني وثالث ورابع، لأن أنا مبسوط بالكلام، وبعدين هنقعد كل شوية نشجع صديقنا محمد صبري على الكلام أكتر وأكتر لحد ما يبقى وحش الشاشة. هتبقى وحش الشاشة على إيدي، أصبر بس إن شاء الله، وخليك تبقى المذيع بعد كده، وأنا أقعد هنا بقى أقول نفسي في كله يا أخي. نعم. عايز أشكركم جدا 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 الأستاذ محمد صبري باحثنا الاقتصادي بمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جدا 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 الأستاذ أحمد بيومي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.